السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة خاصة وسرية للزوجين فقط، بدون مجالس بالأمانة بيني وبين الزوجين فقط. رسالة لابني الزوج أولا وأخي، لأنه قد يكون عمره 90 سنة أو 80 سنة الزوج اللي بتكلم إليه، لابني وأخي. طيب اتفقنا، للزوج أخي الزوج ينبغي أن تكون طبيعيا واقعيا، ليس مثاليا ولا خياليا، تتعامل على أن بشر جميع وأنها النقص. الزوجة من البشر من عبادة، لا تشترط أنت شرط في الزوجة، ليس فيك هذه الشروط. بعض الناس ما تأكل معه جافة التمر ويشترط شروط لا توجد إلا في الحور العين. بعضهم يشترط مواصفات في زوجته ما تكون إلا في سكينة بنت الحسين أو الخنسات ماضر، بينما هو مثلها بنقة أو جحا، ما يصلح هذا. يا أخي الزوجة التي رضيتها ارض بالمقسوم واجبر الحال وجامل، مثل ما قال بن جدلان، وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب من جدلان وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب، مثل ما قال المثل، دام تمشي مشى، مش الأمور يا أخي، لأن في دنيا نحن بشر، لسنا ملائكة ولسنا أنبياء. أخي الزوج، أنت وأنا وأخوك وعمك وأبوك وزوجتك وعمتك، كلنا هالنقص، كلنا بشر، كلنا مذنبين، كلنا خطائين، لسنا. والله يا إخوة، لو ما نجامل ونمشي الأمور ونجبر ونغض الطرف ما تصلح الحياة، سوف يقع فراق وينهدم البيت ويضيع الأبناء. يا أخي حافظ. أخي الزوج، انظر في الإيجابيات في زوجتك للسلبيات، انظر في المحاسن، في الوجه المشرق، وغض الطرف، أنت ناقص وأنا ناقص، كلنا ناقص وخطأ. أخي الزوج، ينبغي أن تعتقد أن هذه المرأة الزوجة أمانة في عنقك، وديعة سوف يسألك الله عنها يوم القيامة، لأن أهلها استودعوا. أهل زوجتك أبوها وأمها جعلوها عندك أمانة في عنقك، وديعة أن تحترمها وأن ترعاها، لأن الله سوف يسألك عنها، فلنتق الله عز وجل. بعض الأزواج مقصر في النفقة ومقصر في التواجد في البيت ومقصر في أمور، ويطالب بحقوق كاملة لا تنقص شيء، هذا ظلم وجور وعدوان. بعض الأزواج ترى مع زملائي وأصدقاء ما شاء الله فلة وأخلاق وبهجة ونفس مريحة ومزاح وقريب منهم ومؤنس، إذا دخل في بيته عبس وبسر وتنمر، صار فظا غليظا، كلها أوامر وكلها مشاكسة وكلها انتقام وخصام. أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات ودائع، أمانة، أمانة تسأل عنها يوم القيامة. المرأة أما أو أختا أو زوجة أو عمة أو خالة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. الكرماء يكرمون المرأة، اللؤماء يهينونها. اليوم رسالتي لأخي الزوج وابن الزوج، غدا لبنتي وأختي الزوجة. الله يألف بين قلوبكم، الله سبحانه وتعالى يحفظكم في بيوتكم وفي أهلكم.